لعبد الله بكران لم يكن من الممكن أن يلجأ إلى زيادة المحروقات لو لم يكن ذلك ضروريا للاقتصاد الوطني. وعملت هذاك الشيء مع التشاور مع الإخوان الوزراء عن إيمان واقتناع بأن هذيك هي المصلحة ديال المجتمع وهذيك هي المصلحة ديال الدولة. الدولة تيمكن ولادها يدوزوا مرحلة صعيبة، ولكن هي خصها تعيش، خص يبقى وجهها منور قدام المجتمع الدولي، وخص يبقى ولادها كيثقوا فيها. وأنا كنعرف بلي هذا الإجراء هذا كان ضروري، ما وصلنا له حتى اقتنعنا بأنه ضروري. وفي المستقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم غنتخذوا واحد المجموعة ديال الإجراءات غتكون كلها في إعادة التوازن إلى هذا المجتمع. المقاصة ما غاديش نحيدها، غنحيدها باش نردها الماليه اللي كيستحقوها الفقراء والمساكين والمحتاجين. هذا الشيء اللي غادي نعمل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة بالدراسة المناسبة. كل ما يسير في اتجاه صالح المجتمع ككل، المجتمع ككل والطبقات التي لم تنل حقها. والبارح راه كان عرض ديال مجلس المنافسة بناء على الطلب توجه له به السي عباس الفاسي في 2010 على القضية ديال المقصة، بين شكون الناس اللي كيستافدوا بالضبط من هذا الشيء هذا، وباللي الأغلبية الساحقة ديال الفقراء والمساكين تستفيد قليلا جدا. وحنايا غنمشيو بجوج ديال التوجهات. التوجه الأول هو تيسير الأمر على المقاولة باش يكون الاستثمار، والاستثمار هو اللي كيعيش الشعوب والدول. ولكن في نفس الوقت الفئات الاجتماعية التي في الغالب كانت تترك لنفسها تغرق في يعني الصعوبات اليومية لدرجة الفقر المدقع، بالإضافة لذلك الشيء اللي درنا غادي نوجهوا لها إن شاء الله الرحمن الرحيم الطاقات ديالنا، وغنحاولوا نفرقوا بين الميدان ديال الإنتاج والميدان ديال العمل الاجتماعي. الإنتاج خصو يتحرر وخصو يخضع للمنافسة وخصو يكون يعني قانوني، وما يكونش الدولة كتسمح باش لي سيركوي ديالها يجيو هذوك اللي تنتكلم عليهم دائما يمتصوا هذاك الشيء ويضيع المسكين. ولكن بالمقابل ما يمكنش نخليو الإنسانة اللي بات الزوج ديالها وخلى ليها الدراري بدون شيء، ما يمكنش نخليو الأرملة العجوز المرأة العجوز اللي ما بقى لها حد بدون شيء، ما يمكنش نخليو الفقير والمسكين بدون شيء.